الصلاة والسلام على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت إشراف مديرية التربية رياض معسكر قرر تسجيل هذه الدروس المرئية لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي. واليوم سنكون مع درس معاني الأحرف المشبهة بالفعل. الأحرف المشبهة بالفعل، تعلمتم قبل ذلك أنها من النواسخ، فكيف تكون أو كيف يكون نسخها للجملة الإسمية؟ نعم، ستقولون تنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثانية ويسمى خبر، مثل قولنا إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. ولكن لماذا سميت أحرفا مشبهة بالفعل؟ سميت هذه الأحرف المشبهة بالفعل لأنها تشبه الفعل في أمور كثيرة، أهمها أولا تضمنها معنى الفعل، ثم بناؤها على الفتح، إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل، مثلها مثل الفعل الماضي، ثم قبولها نون الوقاية، مثلها مثل الفعل الذي يقبل نون الوقاية، علمني، أيضا إنني، أنني، ليتني، ثم تكونها من ثلاثة أحرف فأكثر. الآن سنمر إلى معاني الأحرف المشبهة بالفعل، ونبدأ بأول حرف في هذه الأحرف وهو إن، ومعناها الأصلي تأكيد إسناد الخبر للإسم، مثل قوله تعالى إن الله واسع عليم، أكدنا الإسناد، إسناد الساعة والعلم إلى الله جل وعلا. وقد تكون من معانيها الفرعية، قد تكون للرب، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فهنا يصلح وقوع الفاء محلها. وقد تأتي أيضا للتعليل، أي يكون ما بعدها سببا لما قبلها، كقوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لماذا نهانا الله عن الاعتداء؟ لأنه جل وعلا لا يحب المعتدين. ثاني حرف هو أن، أن مثلها مثل إن، لأنها أيضا تفيد التأكيد، ولكن هناك فرق بين أن بالفتح وإن بالكسر، هو كون الأولى أن مصدرية، أي هي وما بعدها يصلح أن يؤول بمصدر، مثل قوله تعالى ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، علم أن فيكم ضعفا تؤول بمصدر، هو علم ضعفكم. وأيضا إن تتميز عن أن بقبولها أو بكونها يدخل على خبرها اللام، إن الله لغني حميد. الحرف الثالث هو لكن، لكن تفيد الاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ الاستدراك هو أن ننفي التوهم الذي قد يحدث، مثلا في قولنا الشمس مشرقة، هنا سيتوهم السامع أن الجو دافئ، لكن الجو بارد، إشراق الشمس يهم بالدفء، لذلك استدركنا عفوا وجود البرد. الرابعة كأن، كأن كلكم ستقولون تفيد التشبيه، وهي مركبة من كلمة التشبيه وأن، كقوله تعالى الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها، الهاء تعود على الزجاجة وهي في محل نصب اسم كأن، كوكب خبر، شبهنا الزجاجة بالكوكب. الخامسة هي لعل، لعل تفيد توقع، توقع شيء يمكن حدوثه، وقد يكون هذا الشيء محبوبا فيسمى ترجيا، كقوله تعالى لعلكم تهتدون، لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون، هذه كلها أمور محبوبة، فنسمي الآن هذا ترجيا. أما إذا كان ما بعد لعل مكروها فنسميه إشفاقا، يعني نشفق مما قد يحدث بعده، كقولنا مثلا لا تخرج فلعلك تمرض، هنا تشفق على من تخاطبه فاستخدمت لعل حين أردت ذلك. الأخيرة عفوا هي ليت، ليت تفيد التمني،
والتمني عكس الترجي هو طلب شيء يستحيل أو يصعب حدوثه. فمن المستحيل قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فهنا في اليوم الآخر لا يمكن أن يعود الإنسان إلى الحياة الدنيا. أو يصعب مثلا قوله تعالى قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هو هذا ممكن ولكن في أنفسهم هو من الصعوبة بمكان، لذلك استعملوا ليت. أما ما يمكن أن نلاحظه على هذه الأحرف أو ما يمكن أو ما نريد التنبيه عليه هو أمر. الأمر الأول أنه إذا اقترنت هذه الأحرف بالماء فإن عملها يبقى. نقول كأنما الإنسان كأنما المرء، فيصبح ما بعدها مبتدأ وخبر وتصبح هي كافة مكفوفة، كفتها الماء عن عملها. والأمر الثاني هو ذوات النون. ذوات النون هي أربعة: إن، أن، كأن، ولكن. إذا خففت نونها تهمل وتبقى المعاني هي، فلكن تبقى للاستدراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.